السلام عليكم. ايوا فين شادين هذا الويكند؟ الى مازال حيرين اليوم جبتكم المنطقه مضيافه مبرده ومفججه ديال النزاهه في اقليم الحوز. ايوا مرحبا بكم كاملين في منطقه وريكا. من مراكش لافالي اوريكا عندكم 45 دقيقه ديال الطريق. كتاخذوا تاكسيات كبار اللي كيديو لستي فاطمه من عرصه المعاش في جامع الفنا والاثمنه ب 35 درهم الواحد، ولا كتاخذوا الطوبيس رقم 25 من سيدي ميمون. قبل ما توصلوا لأوريكا طريقكم زوينه وكتفوج على الخاطر، مره مره ديروا وقفه قدام المشاهد الطبيعيه قدام خضوريه ديال لافالي وجبل الاطلس. اوريكا هي اوريكا، ديما مبرده ديما خضراء، الماء كيجري من كل جهه. هذا المشهد غيبقى مرافقكم حتى تطلعوا لستي فاطمه فين غتلقاو الشلالات بسبعه. من بعد 20 دقيقه ديال المشي ها حنا وصلنا للشلال الاول والثاني، ساهل حالهم دغيا غتوصلوا ليهم. اما الخمسه الاخرين خاصكم شويه ديال اللياقه البدنيه وواحد ساعه المكانه ديال لاغوندوني بوحدكم ولا معاكي. إذا بغيتوا تستمتعوا بوقتكم في اوريكا حنا لاغوندوني مخيره ما بين الحقول وسط الماء، السباحه حتى هي مشروعه تقدروا تبردوا فيها. سينو لو بغيتوا تجربوا شي نشاط جديد كنقترح عليكم تجربوا رياضه الكايونينغ اللي يقدروا يديروها الصغار والكبار. ايوا سيدنا ملي نسالوا من الانشطه وتكونوا نازلين ديك الساعات من الشلالات ما تنساوش تدوزوا تاخذوا معكم بعض المنتوجات المحليه والاعشاب العطريه ديال المنطقه، اكسسوارات تاخذوهم تفكروا بهم المنطقه. عندكم من اوريكا حتى لستي فاطمه ريستورات شعبيه في كليسات مبرعه، نتوما كتغداو الواد دايز من حداكم. كيقدوا لكم الشوا، كيقدوا لكم الطواجن، والاثمنه كتبدا من 30 درهم. ايوا الا بغيتوا تبدلوا الديكور كنصحكم تجربوا لي تيغاس ديال لي ميزون دوت. اوريكا بلا المخير حتى اللمباته، تقدروا تباتوا عند المأوي السياحية ولا دور الضيافة ولا لي زوتيل، الليلة فيهم كتقام غير 100 درهم الواحد داخل فيها الفطور. عاد خلاص تخيلوا معايا نتوما ناعسين وكتفيقوا على هذا المشهد الطبيعي الخزال، الصوت ديال الواد كتسمعوه الليل كله. ساج ديغن مولا سازوران نتي. ايوا كيف شفتوا معايا اوريكا كتبقى بلا المخير الويكند، سوا جيتوا بوحدكم ولا مع عائلتكم الويكند كيتقام عليكم بوالو. ايوا نخليكم تزيدوا تستمتعوا مع هذا المنظر حتى نتلاقاو غدا، تلقاو على خير.